لو انت خايفه ابنك يبقى عنده اعاقه في القلب او في المخ، خدي حمض الفوليك قبل الحمل. عشان كده بنقول لهم ايه، بنقول لها خدي مشوره ما قبل الزواج، اعرفي كل حاجه تخص حياتك مع زوجك انت وهو، مش بنديها لها لوحدها، انتوا الاثنين، وبعدين اتجوزوا واجلوا الحمل سنه على الاقل. عرفوا بعض، اتاكدوا ان انتوا هتبقوا اسره قويه ومتوعيه علشان خاطر اللي جاي. وحضري نفسك، خدي الحمض الفوليك، خدي الحديد، عالجي الامراض، وبعدين نحمل حق. عندنا 7 حقوق لاطفالنا. ايه هي؟ اول حق اللي هو اكون له اسره قويه ومتوعيه، مبتديه من مشوره ما قبل الزواج. طيب خليني بس وتأجيل الحمل الاول حضرتك، خليني اسمحي لي اقول حاجه، انا بحب اكلم الستات قوي. اتفضلي. قرار انك تخلفي ده قرارك، لكن المبادره دي عايزه تساعدك على ان انت تبقى صحتك كويسه، ويتحقق لك امل اي ام في انه يبقى عندها ابن او بنت سليمه. صحيح. المشوره دي اللي بتقول عليها الدكتوره عبله، واحنا بنتكلم على المبادره العظيمه دي، دي مبادره انسانيه يعني عظيمه الحقيقه، لانه هتقعد معاكي تعرف مشاكلك الصحيه، علشان قبل ما انت تقدمي على فكره الحمل لو انت عندك مشاكل تتعالج، علشان يبقى باذن الله الطفل اللي جاي او الجنين اللي جاي سليم. رائع. مش كده برضو؟ النقطه الثانيه بقى، فتح. لما تحملي لازم الحمل يبقى امن للطفل. بمعنى؟ بمعنى اولا لازم تعملي المتابعه الدوريه مع الدكتور. أي. لازم. ثاني حاجه لازم تاخدي الفيتامينات والمغذيات الدقيقه اللي الدكتور بيوصفها لك. ايوه. ثالث حاجه لازم تعرفي ان ابنك جواكي ده بني ادم عايش جوه. تتعاملي معاه وتربيه تربيه ايجابيه وهو جوه. لان ثبت ان في كائن حي هنا. ايوه. نكلمهم. ايوه. طبطب. أيوة. عليهم. نسمعهم مزيكا، نسمعهم قران وتراتيل. الله. الطفل اللي امه عملت معاه كده طلع عنده حصيله لغويه 100 مره اكتر من الطفل اللي احنا معتبرينه مش موجود. دي ناس بتستغرب الكلام ده يا دكتوره. بس ده حقيقي، ثبت بالابحاث. ايوه. عارفه حضرتك وهم بيطبطبي على بطنك كده بيشوفوا الطفل دلوقتي بالفور دي بالسونار. لو بيلعب جوه بيتبسط. الله. لانه حاسس انه اهله حاسين بيه. أيوة. هو عايش معانا. 30% من قدراته بتتم جوه الرحم. 30% تلت قدراته بتتم هو جوه الرحم. كلي صحه وكلي هيلثي. ليه بقى؟ وتقولي لها كمان ازاي تتعامل نفسيا مع مشاكلها عشان ده ما ياثرش. ايوه بالظبط. حضرتك قلتي نقطه مهمه جدا، ان التوتر النفسي الشديد بيطلع هرمونات في الدم بتاثر على نمو خلايا المخ في البطن. يا خبر ابيض. فالست كلام العصبيه كلام مرعب ومهم. أيوة. كورتيزون بيبهدل مخ الطفل وهو جوه. طيب كمان كل هيلثي، كل صحي. أيوة. كل اكل صحي. أيوة. ليه؟ لان هو بياكل معاكي من اللي انت بتاكليه. وثبت علميا انك انت بتعملي عاداته الصحيه وهو جوه. يعني لو انت هتاكلي الاكل الفاست فود اللي احنا عمالين نلخبط بيه ده، هيطلع هو بيحب كده ومن وهو جوه. طيب ايه كمان؟ استعدي له، تعلمي ازاي ترضعيه رضاعه طبيعيه مطلقه. وافهمي يعني ايه ولاده طبيعيه. طيب دي جزئيتين في غايه الاهميه، مهمين جدا دول، حتى للي قبل المبادره للحوامل واللي لسه. أيوة. والدين دلوقتي الأم